في حارس الأهلي الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق. ربيع ياسين بيجيب الجول الثاني للنادي الأهلي. يستعيد ذكريات الإنجازات والبطولات وتحطيم الأرقام القياسية. ربيع ياسين. ويكشف أسرار مشواره مع الأهلي. وكواليس اكتشاف عدد كبير من نجوم القلعة الحمراء ويتحدث عن كيفية صناعة نجوم المستقبل في منتخبات الناشئين والشباب. انتظروا ربيع ياسين مع أحمد شوبير في حارس الأهلي في الأوقات التالية على قناة الأهلي.